صباح النور عمك بدر، كيف حالك؟ شنو أحوالك؟ سيدي عندي كهرباء ومتكلي في ليسونس برشا، بعد بدل ديسكو مبراياج، هزيتها باش نبدل ديسكو مبراياج ومتكلي في الزيت في ليسونس برشا، موتور مش وراكا، شوف كيف نحط إيدي على التيو هذا اللي هو خارج من الكربيراتور من اللوطا. يوم قصوتها على الاخر فهمت، اما تبقى شنو يعرف منيش، زيد تخرج لي في الدخان برشا من تيري، مش راكحة اصلا الكرام، اللي هزيتها بدلها ديسكو مبراياج ما عادش راكحة جملة الكرام، والتكلي في الليسانس تصور في من هنا من سيدي بوزيد للقيروان قلت لي بدون هي 106 سمية انجكسيون، هذي حكيت لك عليها امس في الواتساب المساجات، ما فهمتش منيش اسكو من الصوند لامدا، ما فهمتش منيش الكهرباء دخلت لي بعضها اللي هزيتها اللي كان ساعة هذا دخلت لي بعض، الموتور مش وراكح جملة ها.